وبشأن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت أمس، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، سلام الله عليكم. يعني أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين تعلنون فيه تضامنكم مع الشعب اللبناني في مأساته الأليمة التي حلت به. بداية، كيف تنظرون للتفجير الذي وقع في بيروت يوم أمس؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة في بداية الأمر لابد أن نواسي شعبنا في لبنان من ذوي الضحايا وجميع الشعب اللبناني على هذا المصاب الأليم الكبير الذي حل بهم. حقيقة هذا الانفجار يعني فاجعة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وأسبابه، وإلى الآن ربما القضاء أو التحقيقات لم تخرج بنتيجة نهائية، لكن المؤشرات كلها تشير إلى أن هنالك إلى حزب الله تحديدا الذي يتحكم بأمور البلاد، والذي أوصل حقيقة لبنان إلى وضع مأساوي كبير. وربما أحد دكتور، دعوتم في البيان المسؤولين اللبنانيين إلى إعلان الحقائق المتعلقة بما جرى للشعب، وبالتالي الكشف عن المتسبب الحقيقي لهذه الجريمة. ما الشكوك التي تساوركم وربما دفعتكم للمطالبة بهذه الدعوة؟ لأنه معروف يعني لبنان منذ سنين طويلة يتحكم بقراره السياسي والأمني والاقتصادي حزب الله، وبسبب هذه السيطرة وهذا التحكم قد أوصل لبنان إلى ما وصل إليه من مآسي كثيرة. وليس مستبعدا أنه يكون هنالك ضغط كبير من هذا الحزب على أجهزة الحكومة هناك للتغطية على الأسباب الحقيقية وراء هذا الانفجار، لأن أصابع الاتهام من الآن تشير إلى تورط حزب الله، سواء كان بشكل مباشر أو بغير مباشر، إلا أن مسؤوليته مسؤولية كبيرة عن هذا الانفجار وتداعياته. دكتور، تتشابه كثيرا يعني أوضاع اللبنانيين بأوضاع العراقيين، وهو ربما ما دفعكم للتضامن بهذا الشكل، خاصة من هيئة علماء المسلمين مع الشعب اللبناني. ما القاسم المشترك بين ما يعيشه العراق وما يعيشه لبنان الآن؟ يعني القاسم المشترك هي كثير قواسم مشتركة، لكنه ربما إذا تحدثنا عن المآسي التي حلت على هذين الشعبين فنتكلم عن أسباب هذه المآسي، فنرى أنها أسباب داخلية، يعني من داخل الشعب، من داخل هذا البلد. طيب. وهي الأحزاب السياسية التي ارتضت لنفسها أن تكون أدوات لمشروع خارجي. فكل هذه الأدوات سواء كان في لبنان حزب الله أو عندنا والفاسدون الآخرون، طبعا كثير هي الأحزاب لكنه على رأسها حزب الله، وعندنا في العراق الأحزاب السياسية كلهم مرتبطة بمشروع إيران في المنطقة، ينفذون هذا المشروع على حساب مصلحة البلاد. ولذلك تقديم هذه مصلحة المشروع الإيراني أوصل الشعبين إلى هذا المستوى من الحضيض، فلا تعليم صحيح ولا خدمات صحية ولا أمن ولا أمان، وآخرها ما رأيناه من هذا الانفجار الضخم الذي أودى بعشرات الضحايا وآلاف الجرحى. دكتور، عطفا على ما تفضلتم به، يعني محاصصة وأيضا اختطاف القرار اللبناني بقوة السلاح، لكن هنا إذا ما تحدثنا عن الحلول، ما الحل برأيكم للخروج من هذه الأزمة في لبنان تحديدا؟ لابد أن يكون هنالك الحل حلا وطنيا، لابد أن يكون هنالك الغاية أو الهدف الأول هي خدمة البلاد بعيدا عن أي تدخل خارجي. المحافظة والتقاسم وهذه الأمور هي كلها التي أوصلت البلاد سواء لدينا أو في لبنان إلى هذا الأمر، فلا يتحقق هنالك لا مشاريع تنموية ولا مشاريع وطنية، ولا يتحقق للشعوب أي إرادة حرة، فالكل مسلوب الإرادة تتحكم به هذه الأحزاب القليلة ومن ورائها جارة السوء إيران. الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.